وبدنا نروح لكوتش عماد نعيم لحتى نعمل تمارين ننشط الدورة الدموية وأكيد نحرق كل الدهون اللي موجودة بجسمنا. يسعد صباحك كوتش وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يعني أحلى شيء نبلش فيه يومنا الرياضة. طبعا صباح الرياضة صباح السعادة. أكيد السعادة مصدرها الرياضة. أكيد. أكيد يعني لا شك بأن الحالة النفسية جزء لا يتجزأ من يعني حاجة للرياضة. ممارسة الرياضة مهمة جدا لتحسين الحالة النفسية. يعني إحنا حابين نعرف شو محضرنا تمارين لليوم والهوى معك أكيد ومتحمسين أيضا نكون معك خلال هذه الحلقة. تمارين اليوم تمارين صباحية تنشيطية إن شاء الله تنشيط الدورة الدموية وزيارة حرق السعرات الحرارية. تمام للجميع. تفضل يلا. أوكي يسعد صباحك. يسعد صباحكم معكم كابتن عماد نعيم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ تمارين صباحية تنشيطية لتنشيط الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية. أوكي نبدأ مع بعض مشي في المكان خفيف. طبعا مجرد ما بحرك جري تمام يكون زيادة في ضغط الدم راح أشتغل سفلي وعلوي لأزيد ضخ الدم لجميع عضلات جسمي. بطيء ببدأ تدريجي بلعب تقريبا 4 مجموعات بهذه الطريقة. بسرع شوي اوكي اسرع كمان بزيد السرعه شوي. بحاول مع الحركه اظلي دائما شارد على عضلات المعده. اوكي تمام اسرع بغير الحركه قفز في نفس المكان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وبعد لقدر المستطاع بحاول مريح نفس النفس مفيد جدا خصوصا فترة الصبح. برجع بحرك كمان على الخفيف مع ايدي تمام اوكي اسرع بفتح ايدي بحاول بقدر الامكان بفتح ايدي برجع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ستوب بحرك برجع بحرك بطيء الخفيف مكاني تمام باخذ تبادل امامي بهي الطريقه 1 2 3 4 5 6 7 8 بحرك بحاول ما ارخي بقدر الامكان وزي ما حكينا بضل شد على عضلات المعده برخي نفس نفس عشان اوزع الجهد على جميع عضلات الجسم اوكي بضم رجلي على الاخير ايدي فوق باخذ سكوات جانبي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي برجع بحرك بطيء خفيف مع تنظيم النفس وشاد عضلات المعده وقف شهيق زفير استرخاء استرخاء برجع بفتح رجلي مستوى فتحه اكتافي ايدي لفوق بنزل سكوات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برجع حرك بطيء حرك تمام بحرك دوران علوي 1 2 3 4 5 مع النفس 6 7 8 9 10 بنزل على الارض هاي الطريقه بحاول صدر مشدود والراس مرفوع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تبادل
يمين يسار 1 2 3 افتح لبرا شوي 5 6 7 8 9 10 برجع خفيف نفس مع زفير استرخاء تام عضلات جسمك هيك بتعلى نبضات القلب بيزيد معدل الحرق عندك تمام هسه بلعب مجموعة البوش أب لجميع عضلات الجسم بشكل عام بدأ بعضلات الظهر بستخدم قبضة واسعة الأخير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعكس الحركة لعضلات الصدر يدي مستوى فتحة اكتافي وصدري الأمام خفيف بنزل 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي قوم حرك خفيف نفس ريح بسيط اوكي حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي حرك برجع على سكوات ضم بنزل 1 وبطلع جامب 2 بطلع جامب 3 جامب 4 5 6 7 8 9 10 هيك برجع بطيء مع النفس واسترخاء بحرك بطيء الله سمام أهم شيء النفس عشان تقدر تكمل تمرينك وانت مرتاح وبوزع الجهد على جميع العضلات برجع بهاي الطريقة بنزل يدي خصري بطيء رجل ورا وجه قدام 1 2 3 حاول أظل شاهد على عضلات المعدة 5 6 هيك بحرق أكبر كمية من السعرات الحرارية والدهون في جسمي 6 7 9 10 برجع نفس بحاول النفس أقصى حد أحجز نفس صدري والرئتين وأفضي النفس على البطيء مش سريع هيك بترفع مستوى هرمونات بجسمك وبزيد معدل الحرق عندك تكون أمورك تمام تمرين صباحية إن شاء الله استفدتوا معنا وأمورنا تمام بحق إبراهيم كل الشكر لك كوتش عماد يعني تمارين مهمة جدا وكلنا بنعرف لحتى نرفع هرمون السعادة لازم رياضة أبدا يعطيك أكيد. ألف عافية يسعد صباحك